السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا الله؟ شلون حياك الله شيخنا. طول لي عمرك، اتشرف بك. اهلا وسهلا. يسلمك، كلنا شرف. شنو الصلاة اللي انت كنت ملتزم بيها وشفت هاي الرؤية؟ شيخنا ملتزم انا بصلاة الاستغاثة بفاطمة الزهراء سلام الله عليها. صلاة الله عليها. المروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إذا كانت لك حاجة مستعصية عن المفضل بن عمر فصلي ركعتين، تبدي بالحمد وسورة وصورة قل هو الله واحد الإخلاص والحمد وأن أعطيناك الكوثر، بالعافية موجودة عليك. واللي 100 مرة على القصة على بالتربة 510 صلاة استغاثة بعد تعرفها للعالمين. وظليت فترة أنت ظليت مستمر بيها، وأنا مع يعني دائما أصليها يوميا يوميا. فأنا نايم فوق السطح وراي السواد تبعد تقريبا 10 امتار علي، جت متجهه علي انا عبالي امي وقفت فوقاي. انا من وسط يمي عرفت السواد انه ابعتها، يعني شلون نقول المراه هي عباره عن سواد، نقاب مع معصب الراس جفوف، يعني كل شيء ما اشوف عباره عن سواد. وقفت فوق راسي ضربتني بديها على ضربت بيديها على ضلوعي مرتين. قالت لي اقعد باسمي. باسمك صح؟ باسمي. الله يشهد علي. ودعت هي فاطمة الزهراء، قلت لها عيني مولاتي. قالت لي باسمي انت مقبول بكلية القيادة والاركان. الله يوفقك. الله يشهد علي وحق هي الزهراء. مع العلم اني لحد الان يعني شلون نقول ما اعرف شيء، يعني هاي شيء مو قليل. شنو الحياة اللي انت مستمر بيها هيك مولاة الزهراء تجيك بعالم الرؤية وتبشرك بشي بعد لفسنتين ثلاثة يلا توصل انت لهذا؟ انا لحد الان بعد ناس ملازمة، وبعد لسنة ونص او سنتين يلا صير نقيب، سنة ونص يلا صير نقيب، وبعدها لازم ادخل كلية قيادة سنة، وراها اتأهل يلا ادخل كلية الاركان. لا، شنو الحياة اللي انت متمسك بيها بالزهراء؟ شنو النمط اللي ماشي عليه انت بحياتك؟ انا ماشي انه غير صلاة الاستغاثة، ماشي انه ما اول شيء مبتعد عن المحرمات الكبائر مثل ما نقول، عادة احنا الناس مو معصومين بس الكبائر نقول مثلا الخمر الزنا ذن مبتعد عليه. الله يشفيك الشر. الله يشفيك الشر. ايه، وبنفس الوقت ما مأذي الناس ولا نافق على الناس. الله يوفقك. ولا كذب، ولا بنفس الوقت يعني اتمنى الخير للناس مثل ما اتمنى الخير لنفسي. الله يوفقك ان شاء الله. اي، والحمد لله والشكر رب العالمين. سأل الله ان يوفقك ان شاء الله ويجعلنا ويجعلك من خدام مولاة الزهراء. الله يسلمك شيخنا العزيز. وننصح ان شاء الله كل انسان يعني اي شيء شده يصير عده يتمسك بآل بيت رسول الله وبالاخص بمولاة فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. شيخنا الامام الصادق سلام الله عليه يقول: الله اذا كانت لكم حاجة الى الله فنادوا مولاتكم فاطمة واستغيثوا بها، فعندئذ تنالوا مرادكم وتقضى حوائجكم. اللهم صل على محمد وعلى اله. القول عن الامام الصادق سلام الله عليه. الله يوفقك ان شاء الله. يسلمك شيخ. انا اعتذر خاف ضايقتك بالتسجيل. لا شيخنا بالعكس. بس انا من سجلت هذا التسجيل صراحه اريد يعني الناس ايش قد عنده تمسك بمولاه الزهراء يكون عنده تمسك اكثر. الله يوفقهم. عمود يعرفون شنو اهل البيت صلوات الله عليهم، شنو شنو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، شنو شنو النعمه اللي احنا بنتمسك باهل البيت ونتوجه لهم. الله شنطينا مقابل هذا الشيء كي. ان الله يرضى لرضا مولاة فاطمة الزهراء ويغضب لغضبها سأل الله ان يجعلنا ويجعلكم من خدام الزهراء. حديث الكسائي يكفي اللي يقوله. انا كلش متمسكين بحديث الكسائي، يعني انا ومتابعيني الاخوة اصدقائي اقاربي اكثر الناس احنا كلنا متمسكين بحديث الكسائي. الله, الله يوفقك. وانا اعتذر مرة ثانية خاوضتك بعد التسجيل، بس الرواية يعني الرواية مالته كلش عجبتني ان اسجلها. الله يسلمك ان شاء الله. هم اسمحها للمتابعين وهم احتفظ بها لنفسي. الله يوفقك ان شاء الله. اجراس حبيبي.